أهلا وسهلا بيكم متابعينا في بث مباشر جديد. النهاردة هنستعرض معاكم آخر التطورات في أسعار الدواجن والبيض واللحوم في الأسواق المصرية، فتعالوا نبدأ بأسعار الدواجن. زي ما انتوا عارفين، بتشهد أسعار الدواجن والبيض تغيرات مستمرة، ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن بورصة الدواجن الرئيسية والشعبة العامة للدواجن، سجلت أسعار الدواجن البيضاء انخفاض ملحوظ خلال الأيام اللي فاتت. وإليكم التفاصيل. بالنسبة للفراخ البيضاء، سجلت في سعر المزرعة 73 جنيه، وللمستهلك وصل كيلو الفراخ البيضاء بسعر يتراوح حول 82 جنيه مع اختلاف بسيط من مكان لآخر. وبيرجع سبب هذا الانخفاض لزيادة الإنتاج وتراجع أسعار الكتاكيت. وبالنسبة للفراخ الساسو، سجلت المزرعة نحو سعر 75 جنيه، وبيصل سعرها للمستهلك حوالي 87 جنيه، ووصل سعر كيلو الفراخ البلدي للمستهلك لحوالي 96 جنيه. دلوقتي تعالوا نشوف أسعار البيض. سجل سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 164 جنيه، ووصل سعر كرتونة البيض الأحمر لحوالي 166 جنيه، وسجل سعر كرتونة البيض البلدي نحو 172 جنيه. بيشير السيد سامح، السيد رئيس الشعبة العامة للدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إلى أن توافر الإنتاج بكميات كبيرة وتراجع أسعار الكتاكيت هما السببين الرئيسيين وراء انخفاض أسعار الفراخ البيضاء. دلوقتي تعالوا بينا نشوف أسعار اللحوم في الأسواق المصرية. تراجع أسعار اللحوم في الأسواق صباح اليوم الأربع مع غياب وجود أي مواسم حالية مرتبطة باللحوم، على عكس فترات المواسم اللي بترتفع فيها أسعار اللحوم بشكل كبير نظر لارتفاع الطلب عليها. ووفق آخر تحديث لأسعار مختلف أنواع اللحوم التي تشهد إقبال، إليكم تفاصيل الأسعار. بيتراوح سعر اللحوم الحمراء البتلو ما بين 330 جنيه وبتصل حتى 450 جنيه، وبيتراوح سعر اللحم الجملي ما بين 270 جنيه و300 جنيه للكيلو، وبيتراوح سعر لحم البتلو ما بين 240 جنيه وحتى 480 جنيه، بينما بيتراوح سعر لحم الضاني ما بين 350 جنيه وحتى 500 جنيه. كمان بيتراوح سعر اللحم الضاني بالعظم ما بين 240 جنيه وحتى 460 جنيه، بينما تتراوح سعر اللحم الكندوز ما بين 250 جنيه وحتى 400 جنيه، وبيتراوح سعر الكبدة البلدي بين 300 جنيه و350 جنيه للكيلو، وبتتراوح سعر اللحم المفروم ما بين 280 جنيه و370 جنيه للكيلو. لم تتغير أسعار اللحوم في منافذ لحوم الوطنية اللي بتشهد إقبال كبير من الجمهور، حيث سجل أسعار اللحوم كالتالي: استقر سعر اللحم البقري عند 280 جنيه، واستقر سعر البفتيك وكمان الستيك عند 325 جنيه، كمان استقر متوسط سعر الكبدة الطازجة عند 300 و350 جنيه للكيلو، وأيضا استقر سعر اللحم الوش الفخد عند 300 جنيه، واستقر سعر اللحم الموزع عند 295 جنيه، كمان استقر سعر عرق البتلو عند 350 جنيه. بكده مشاهدينا نكون انتهينا من تغطيتنا الإخبارية. بشكركم على طيب المتابعة، واستنونا في تغطية إخبارية جديدة.